تستضيف العاصمة الإسبانية مدريد قمة لحلف شمال الأطلسي بحضور قادة الدول الثلاثين الأعضاء إضافة لقادة السويد وفنلندا ومسؤولين من منطقة المحيط الهادئ، وذلك بناء على رغبة أمريكية. القمة ستشهد إلى جانب مناقشة الحرب الروسية على أوكرانيا ومسألة انضمام السويد وفنلندا للحلف حدثا رئيسيا آخر، وهو تبني القادة الأطلسيين للمفهوم الاستراتيجي الجديد والذي ينظر إليه كأهم تحول في تاريخ الناتو من خلال أو منذ انطلاقته قبل 70 عاما. في سبيل ضمان أمن واستقرار حلف الناتو أمام التطورات السياسية والإقليمية، لفت الحلف إلى إرساء مفهوم استراتيجي جديد يقوم على مبدأ حماية السيادة والسلام الإقليمية، ما يعني أن مدينتي سبتة ومريليا المتمتعتين بالحكم الذاتي والواقعتين على الحدود مع المغرب على ساحل القارة الإفريقية ستخضعان لحماية الناتو الآن. وتنص المادة 5 من معاهدة شمال الأطلسي على أن الهجوم على أي عضو في الحلف سيعتبر هجوماً على جميع الحلفاء، لكن هذا الالتزام يقتصر على ما يسمى بالفضاء الأوروبي الأطلسي، وهو ما سيغيره المفهوم الجديد بضم سبتة ومليليا وفق مبدأ حماية وحدة الأراضي. وإلى جانب التهديدات التقليدية بما في ذلك النووية، ستسلط قمة الناتو الضوء على الحاجة إلى مكافحة التهديدات المختلطة كالهجمات الإلكترونية أو المعلومات المضللة أو الهجرة غير الشرعية. وستتم الموافقة على الوثيقة التي ستصبح خريطة طريق للناتو للسنوات 10 القادمة خلال اجتماع لرؤساء الدول وحكومات الحلف في العاصمة الإسبانية. هذا وكشف الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ستولتنبرغ عن بعض خطط الحلف لتطوير القدرات الدفاعية في جناحه الشرقي، وذلك من خلال زيادة عدد قوات التدخل السريع من 40,000 إلى 300,000 جندي. At the summit, we will strengthen our forward defenses. We will enhance our battle groups in the eastern part of the alliance up to brigade levels. We will transform the NATO response force and increase the number of our high readiness forces to well over 300,000. في الوقت ذاته رفض الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ستولتنبرغ إطلاق وعود بانضمام فنلندا والسويد إلى الناتو، لكن أكد أن الحلف يعمل بجد على هذا الأمر. I will not make any promises, but I can just assure you that we are working actively to ensure progress because the applications of Finland and Sweden to join NATO, they are historic. It will strengthen the security of Finland and Sweden. It will strengthen NATO, and it will be something that will contribute to stability across the Euro-Atlantic area, Europe and North America. ستولتنبرغ أضاف بأن السويد وفنلندا وتركيا تعمل حاليا على اتفاقية أمنية تشمل قضايا مثل صادرات الأسلحة ومكافحة الإرهاب، قائلا بأن ستوكهولم اتخذت خطوات ملموسة في الأيام الأخيرة لمعالجة مخاوف أنقرة بشأن الإرهاب، بما في ذلك تعديل القانون السويدي، وبدأ تحقيقات جديدة لإنفاذ القانون ضد حزب العمال الكردستاني. وفي متابعة للقمة التي تحتضنها العاصمة الإسبانية مدريد، التحقوا بنا من مدريد موفد الشرق بدر العزمي. بدر، أهلا وسهلا بك، ضعنا في آخر التفاصيل إذا سمحت. يعني هذه القمة يعني ستنطلق يعني بكلمة افتتاحية من رئيس الحلف بعد قليل، ولكن اجتماعاتها الفعلية ستكون أيضا غدا على مدار يومين، ولكن الليلة أيضا ستشهد مدريد اجتماعات ثنائية بين أعضاء الحلف الثلاثين وكذلك أيضا ما أسموهم شركائهم من المحيط الهادي وآسيا، نتحدث على أستراليا، نيوزيلندا، على أيضا كوريا الجنوبية واليابان، الذين يشاركون لأول مرة في هذه الاجتماعات للحلف الأورو أطلسي أو حلف شمال الأطلسي. ولكن هاني مع تواجد هذه الأزمة أو هذا النزاع العسكري السياسي الذي يجتاح أوروبا وكذلك الأزمة الاقتصادية التي تطال قطاع الطاقة والغذاء، هناك ستة محاور ستتطرق إلى العديد من المواضيع التي من ضمنها تعزيز قوات هذا الحلف بضخ قوات جديدة، أيضا تعزيز الإنفاق، كذلك
يعني توضيح أو تأمين الوحدة والتضامن عبر حلفاء هذا الوحد الحلف، ولكن لكل عضو في هذا الحلف له قضاياه التي تؤرقه. هاني، هنا أسبانيا تريد تعزيز الجبهة الجنوبية لأنها تقع في هذه الجبهة من خلال تأمين الحدود الجنوبية لها، وكذلك تركيا تريد أمن لما يعرف بأمنها القومي في الداخل من خلال يعني اتخاذ خطوات معينة وإجراءات صارمة من قبل فنلندا والسويد حتى تسمح لهما بالانضمام، ولكن ربما ليس فقط هاني هذه الخطوات التي تريدها الحكومة التركية، هي تريد بالفعل أبعد من ذلك من خلال تحقيق مكاسب سياسية، لا سيما أن في 2019 السويد أوقفت يعني صادرات الأسلحة لتركيا، إذن تركيا تريد أن تتمسك بكل ما هو يضيف لها اقتصاديا وسياسيا وبالتحديد أيضا الأمر المهم أمنيا. إذن محاور عديدة من ضمنها الصين ستكون حاضرة كتحدي جديد أمام الناتو، وأيضا استراتيجية جديدة ستكون فيها روسيا عندما كانت شريكا قبل 12 عام. نعم. هي الآن تكون تهديدا لهذا الحلف. بدر، يعني تحدثت عن بأن كل دولة من هذه الدول المشاركة في الحلف لديها ما يؤرقها من هموم ومشكلات بالتأكيد داخلية وحتى عسكرية بعد دعمها لأوكرانيا. السؤال، ماذا لدى الولايات المتحدة من نظرة وأمور تهمها من خلال رغبتها في دعوة هذه الدول إلى هذه القمة، الدول غير الموجودة في الحلف أصلا؟ يعني هذه الولايات المتحدة بالتحديد تريد يعني تأخذ مكسبا سياسيا من خلال هذا الاجتماع، لا سيما على صعيد هذه الإدارة الأمريكية بالتحديد، هي تنمي بكل أوراقها السياسية والتفاؤل الكبير نشهده هنا، يعني شهدنا في اجتماعات السبع في ألمانيا، هذا التفاؤل أيضا جلب هنا إلى إسبانيا، ولكن ليس كل ما تريده الولايات المتحدة الأمريكية يمكن تحقيقه، لا سيما أن هذا الحلف عانى من الإدارة السابقة، الإدارة الأمريكية السابقة من خلال يعني مطالباتها في أن تكون أعضاء الحلف تقوم بزيادة الإنفاق الدفاعي، لذلك شهدنا النشرة التي أعلنها حلف الناتو البارحة، وهي تتمثل في أن دول أوروبا بالتحديد وكندا زادت من إنتاجها الدفاعي أو الإنفاق الدفاعي إلى 350 مليار دولار، وذلك منذ عام 2014. أيضا تتحدث على أن نسبة 2% أصبحت حاضرة من إجمالي الناتج المحلي لكل دولة تقريبا، يعني بحدود الأفرج إن لم تزد، هذه موجودة أيضا في تلك الإحصائية المعلنة. إذن هناك تحدي كبير لسيما لكل دولة واضح من ناحية جداً. اقتصاديا وكذلك أمنيا وسياسيا. جزيل الشكر والتقدير على كل هذه المعلومات بدر العازمي، موفد الشرق إلى العاصمة الإسبانية مدريد. اشتركوا في قناة الشرق للأخبار على يوتيوب لمتابعة آخر التطورات والأحداث السياسية معي أنا هاني الحجازي.